إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد في قناة العملة يعرف الكذب. إن شاء الله اليوم سوف نقوم بتحليل عملات الدوتش كوين. هناك الكثير من الإخوة في التعليقات طلبوا مني ذلك، لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية بأن نضع آخر عروضنا، هذا هو الرابط سأضع لك في الوصف في التعليقات، نضع بها آخر عروضنا وآخر عرض هو دورتين بسعر دورة واحدة، تحليل الموجي والبرايس أكشن، ونضع فيها كذلك شهادة الإخوة المشتركين في دورتنا التدريبية، صوت وصورة حتى تكون يعني لديكم فكرة قوية وواضحة وشفافة على الدورة. لا تنسوا كذلك أن تذهبوا إلى الموقع beeprowavetrader.com. قوموا بتحميل الكتب الموجودة في الموقع، هذه هي الكتب، خصوصا الدليل الأساسي للشعوب اليابانية. اضغط على إبداء مجانا، ضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول منها خطيرة، يمكن أن تخسر أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك. طيب، الآن عملة الدوتش كوين، كيف سأقوم بتحليل عملة الدوتش كوين؟ جميل جدا. أنا دائما أحلل العملات التي أجد فيها مادة علمية أستطيع من خلالها أن أدرسكم إياها وتفهموا طريقة تحليلي. الغرض ليس توصيات، الغرض ليس الدخول في صفقات، الغرض هو تعلم طريقة التداول أصدقائي. أوكي، طيب، لدي موجة دافعة، هذه هي الموجة الدافعة، هذه الموجة الدافعة متكونة من موجتين، لدي موجة دافعة تصحيح regular flat ثم موجة دافعة أخرى. جميل جدا. يفترض بعد الموجة الدافعة أن نحصل على تصحيح، أن نحصل على تصحيح. طيب، هل حصلنا على التصحيح؟ أنا أرى أن هذا قوي، هذا النزول قوي، ليس تصحيحيا. يفترض في التصحيح، لاحظوا هذا التصحيح كيف هو، ولاحظوا هذا التصحيح قوي، لكن أريد أن أرى بنيته كيف هي. لاحظوا لدي هذا التصحيح، أولا موجة دافعة تصحيح، ثم موجة دافعة، ثم تصحيح أكبر، ثم موجة دافعة. أوكي، إذا هنا اكتملت، قد تكون اكتملت بنية هذا التصحيح. جميل جدا. لا، يعني أنه لو كانت لدي موجة دافعة تصحيح سأقول أوكي نريد الشراء، لكن لاحظوا ما الذي وقع. السعر يسير بطريقة عرضية، السعر يسير بطريقة عرضية، وإذا وضعنا تريند لاين سنجد أن السعر يسير في هذه المنطقة. لاحظوا هنا، أليس هذا تصحيح؟ ممكن يكون هذا تصحيح، وهذا تصحيح كبير، لأنه دائما عندما تكون لدي موجة ثم تصحيح صغير أو تصحيح عادي، يا إما انعكاس في الاتجاه أو تصحيح كبير. طيب، دوري الآن هو أن أعرف هذا التصحيح الكبير متى سينتهي، يجب أن أحلله بطريقة واضحة. فقط انطلاقا من نظري لهذا التصحيح أرى أنه لا يمكن أن تكون هذه هي الموجة الدافئة، الموجة التصحيحية للتصحيح. إذا هناك احتمال كبير أن يكون هذا الذي بالخط الأحمر هو التصحيح، هذه هي موجة دافعة، وفي أي لحظة قد نحصل على موجة دافعة لكسر هذه القمة التي هي 0.352. عندما يرجع السعر، سواء عاد إلى هنا ثم عاد أو صعد من هنا، يصل السعر يكسر هذه القمة. هنا بالنسبة لي أنا اكتملت بنية هذا التصحيح للنزول لمرة أخيرة. ما دام عندي موجة دافعة وعندي تصحيح، ففي 90% من الحالات سأتوقع النزول، إلا إذا تغيرت بنية. متى ستتغير البنية؟ وإذا صعد الدوتش كوين وكسر هذه المنطقة. صعد الدوتش كوين، كسر هذه المنطقة، وعندما كسر بدأ يصحح وأعطاني تصحيحا كبيرا هنا. هذا يقول لي أن بنية هذا لم يعد تصحيحا، بل هذا فقط بداية لموجة صاعدة، مما يعني أنه في جميع الأحوال إذا أتيحت لك فرصة لشراء الدوتش كوين يمكن استغلالها. إذا نزلنا إلى فريم 4 ساعات، هل لدينا فرصة؟ ممكن، إذا قمنا بوضع تريند لاين هكذا. إذا أين هي موجتي الدافعة؟ لدي موجة دافعة، هي هاته. جميل جدا، أريد أن أرى موجة دافعة ثم تصحيح هنا، وهذا النطاق كسر للنطاق بقوة، هذا الذي يعطيني التأكيد أن البيتكوين أن الدوتش كوين صاعد إلى هذه القمة على الأقل التي هي 0.352. تلاحظون، أو خليه
خلي ينزل، خلي الدوتكوين ينزل، لان هناك احتمال ان يكون هذا كذلك تصحيح. خلي الدوتكوين اذا نزل، لم يعطيك هذه الفرصه ونزل، خليه يعطيك قبل كسر هذا القاع، قبل كسر هذا القاع خليه يعطيك موجه دافعه ثم تصحيح، وهذه هي منطقه دخولك الى هذه القمه. وعند وصولك الى القمه يجب اما تحريك وقف الخساره او اخذ 50% من الارباح وترك 50% الى منطقه الدخول. لماذا؟ لاننا نريد الرياكشن هنا، نريد رده فعل هنا. اذا كانت رده الفعل موجه دافعه ثم تصحيح، هذا يقول لك نزول. اذا كان هناك تصحيح هنا وليس موجه دافعه، هذا يقول صعود. تلاحظون كيف نقوم بالتحليل بطريقه منطقيه؟ ماذا اقصد بتصحيح هنا بهذه الطريقه؟ نزيل الامور. ماذا اقصد باريد تصحيح في هذه القمه؟ هكذا. اريد ان ارى حربا بين المشترين والبائعين، واريد ان ارى من سيتغلب قبل الدخول. تلاحظون؟ لذلك دائما نحلل بطريقه منطقيه. اذا في نظري هذه الموجه هي هذه الموجه، وننتظر موجه دافعه هنا، موجه دافعه تصحيح للدخول الى هذه القمه. عندما نصل الى هذه القمه نبتعد عن الدوت كوين، او نحول وقف الخساره الى بريك ايفن، او ناخذ 50% او ناخذ ارباحنا وننتظر. اذا حدث لدينا تصحيح اخر هذا يعني صعود. اذا حدثت لدينا موجه دافعه ثم تصحيح هكذا، هذا يعني هبوط لكسر القاع الذي هو مستوى 0159. ترون اصدقائي هذه هي طريقتي في التحليل، ارى كل السيناريوهات، استطيع معرفه كل السيناريوهات باستعمال تحليل موجي والبرايس اكشن. لذلك من اراد اشترك في دورتنا التدريبيه واستغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة مع لي للتحدث معي مباشرة على التليجرام، سنجاوبك أخي الكريم وسنعطيك كل المعلومات. إذا أعجبتكم هذه الفيديوهات وكنتم تستفيدون منها، أتمنى منكم أن تشاركوها مع أصدقائكم، فجروا لايك، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي وسام، حبيت أرسل لك الفيديو وأتشكرك للمعلومات الثمينة اللي وفرت لنا إياها بالفيديو بمجموعة التحليل الموجي، اختراعك وابتكارك ما شاء الله عليك يا أخي. أصعب إشي بالتداول اللي هو التحليل الموجي هذا، فعلا يعني قبل ما تعرفت عليك كنت من 95% الأغبياء المتداولين، والحمد لله يعني بإرادة ربنا وبالكورسات اللي وفرت لنا إياها إن شاء الله يعني عم بترك 95 وعم باجي لل 5% المتداولين الأذكياء. أهم شيء بالكورسات تاعتك يا أخي، وهذا هو الإشي اللي إحنا اللي نتداول ننساه، اللي هو المنطق. كيف البيج بوي أو كيف أصحاب النفوذ بالسوق، صناع السوق، كيف بيفكروا؟ لما نعرف كيف بيفكروا حنعرف كيف نتداول معهم. يا أخي نتشكرك مرة تانية على المعلومات اللي وفرت لنا إياها، ونتمنى دائما نسمع منك اختراعات أو اكتشافات جديدة في السوق عشان نكون يعني من المتداولين الناجحين ونسوي أرباح. هلأ صدقا بالأسبوعين اللي فاتوا مع تحرك السوق سويت أرباح متواضعة الحمد لله، يعني سندخل بالتريد ومتوقعين تقريبا يعني 70% شو رح يصير. كنا من أول ندخل بالتريد 50% هيك 50% هيك، الحمد لله هلأ صار 70%. نظرتنا لاتجاه السوق صح. نشكرك يا أخوي وسام، والله يخليك لإلنا وللمجموعة الحلوة اللي عملت لنا إياها. سلام. السلام عليكم، حياك الله أستاذ وسام، الله يبارك فيك. خليناك بصراحة أستاذ وسام متشكرك كتير ومن كل قلبي على هالدورة المفيدة اللي بعت لنا إياها بخصوص التحليل الموجود لبرايس أكشن. أنا مشترك معك في الدورتين، وأنا خلصت نص دورة التحليل الموجي، كانت جدا ممتازة بصراحة. أنا ما توقعت إني أخذ كم هالمعلومات بهالقيمة هي. أنا كنت متوقع حالي إني أدفع دبل هذا الرقم وأكثر يعني. فبتشكرك كثير وبدعو كل الناس يكونوا مشتركين معنا، خلي كل الناس إن شاء الله تربح وإن شاء الله ما حدا بيخسر أبدا. وبتشكرك من كل قلبي وشكرا كثير لك، وأنت
شخص عن جد رائع وأكثر من رائع. يعطيك ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ وسام، شكرا على هاد الأسرار اللي عطيتنا في هاد الدورة هذه، يعني الأسرار اللي تقدر بالملايين صراحة. كنشكرك على هاد الدورة هذه بزاف، لأنني أنا شخصيا استفدت منها. أنا وليت كنعرف يعني إمتى ندخل إمتى نخرج، هل هذه صفقة جيدة أم لا، يعني هل هذا الموضع اللي هو يعني جيد للدخول أم للخروج. يعني أصبحت أعرف أين أنا في السوق هذيك اللحظة اللي فيها السعر، هل هو يعني جيد للشراء أم للبيع. يعني إنك تفهم هذه الأمور هذه، يعني راك يعني فهمت السوق شنو كاين. والحمد لله استفدت من الدورة ديالك هذه يعني بشهادة من القلب، يعني ما يعني ما يعني كنجهد لله. يعني أنا استفدت، يعني كون أنا أول مرة غنشري شي دورة، أول مرة غنشري دورة. علاش؟ لأنني شفت الفيديو ديالك في اليوتيوب واستفدت منهم، يعني استفدت منه أولا. كنتبعك في اليوتيوب وكنتفرج فيديو تقريبا كاملين. من بعد يعني مني يعني من شفت الطريقة ديالك وعجبتني، وبغيت نتعرف على هذه الطريقة ديال التحليل الموجي، خصوصا عندك هذا الفرق بين التحليل ديال الهيليوت والتحليل الموجي اللي كترصد. يعني كاين هذا الفرق والتبسيط، يعني البساطة ربما إليوت يعني شيئا ما معقد، لكن التحليل الموجي يعني سهل، يعني يمكن أي واحد أنه يفهمه وسهل أنك تطبقه، خصوصا بالإضافة إلى البريس أكشن. يعني وليتي كتعرف نظرة عام مع السوق، كتعرف راسك فين كاين. هذا هو أهم شيء، أهم شيء بالنسبة لي أنك تعرف راسك فين، واش هذا هو مناطق ديال الشراء أو مناطق ديال البيع. هادو هما أهم حاجة بالنسبة لي. يعني إذا عرفتي هاد جوج حوايج يعني راك يعني كنظن وصلت. وهذا هاد الكورس، والحمد لله أنا يعني كنقول بأنني تعلمت من هاد الكورس. أنا كنت كنعتبر راسي مستثمر، كنت كنشتري بأي ثمن وكنحتفظ المدى الطويل. ولكن دابا مني وليت كنتعلم التحليل الموجي، غادي نشري وغادي نحاول نجري بواحد الثمن اللي مناسب، يعني اللي غادي نتسنى به واحد المسافه طويله. وانا وليت كنستعمل حتى في التداول التحليل الموجي بعد الدوره هذه، وليت كنستعمل التحليل الموجي حتى في التداول، رغم انني ما كنتش كنتداول انا بشكل يومي، ولكن دابا وليت كنتداول، يعني وليت عارف مناطق الدخول ومناطق الخروج. وهذه شهادة يعني في حق هاد الدورة هذه. وشكر لك الأخ وسام، كنشكرك بزاف. تحياتي من عبد الصمد لليلي. السلام عليكم.